يه 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 لسه شو دنيا كل وسهلا بالدنيا كل. اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من قناة يوميات واحد جيمري. اهلا بكم بالحلقة الخامسة من لعبة سبايدر مان. طبعا الشباب الحلقة السابقة كانت دمار، واللي صار انه طلع مستر لي هذا الصيني اللي يشتغل يم عمتي هو رئيس المقنعين العصابة، وبالحلقة السابقة انقتل الضابط ابو هذا الولد الاسمر اللي اسمه مايلز اللي راح يكون هو سبايدر مان بالجزء الجديد، والحد هسه ما نعرف شلون راح يصير سبايدر مان. فتعالوا خلينا نشوف شلون راح يصير بهاي الحلقة ومتحمس. طبعا بنهاية الحلقة السابقة مستر لي من دا طلع من المكتب مالته لقفني شافني، فبرأيكم ايش راح يسوي لي؟ هل هو عرفني انه انا سبايدر مان وعرف شخصيتي الحقيقية اللي هي بيتر باركر؟ وش راح يسوي؟ تعالوا خلينا نشوف. بابا ايرون مان، ايرون مان مو سبايدر مان. شوف 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 شوف. يلا 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 يلا. اهلا بيتر. شوفوا هلا بالعيال لقفني مستر لي. افتكرتك مسافر. انت لقيت اللي بتدور عليه؟ لا مارتن انت رجعت. سيبي ناخده. شكرا. شوية وهمشي مرة تانية للأسف، أنا بس عايز شوية حاجات من مكتبي. سمعت اللي حصل في البلدية؟ أيوة مأساة. بيتر كان هناك محظوظ جدا. لك لا فضحتيني حجية. في اجتماع أوزبورن ما كنتش أعرف إنك معجب. تمام، المهم تبقوا انتوا الاتنين في أمان. آمين. بس المفجرين لسه ما تقبضش عليهم، بيخططوا لإيه المرة الجاية؟ ما ظنش إن أنت ومية عندكوا حاجة تقلقوا عليها طول ما أنتوا بعيد عن اللي مفروض ما تبقوش موجودين فيه. طيب أنا لازم أمشي. هترجع إمتى؟ لما أخلص شغل. لما تخلص كتل بالعالم يا كلب. زين ما لقفني. هو لقفني بس ما عرف بيه إنه أنا سبايدر مان. الله 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 الله. سوالي سوالي. بس لو شوفني مستر لي قاعد اقاتلهم هيك. همزين ما شافني. همزين ما شاف عندي قوة. ايه اوكي. هذا مسلطهم علي الكلب. يا ابن النعال. خاب ظني بيك مستر لي. خاب ظني بيك. في شوية مشردين أوغاد هجموني، المشكلة إن عينيهم كانت بتلمع، وافتكرت يوري لما قالت لي حاجة كده عن الحارس اللي حرر شاكر. يعني شاكر كان شغال لحساب لي كده؟ الأمور وضحت. في أكتر بس افتكر إننا لازم نتكلم عن ده على العشاء. تمام سلام. العشاء يا ترى طبخيه؟ أنت تطبخ؟ راح يروح يم بيت حبيبته هو اللي يطبخ. يا الخايس. يلا ما ابي شيء. خدمه النسوان حلوه شباب، خدمه النسوان حلوه. اهلا يا دكتور، اخبارك ايه؟ دكتور باركر في اخبار حلوه، تعال للمعمل. ايوه دلوقتي. دي لحظات حاسمه، مش قادر استنى لحد يوريك. خلينا نشوف الدكتور ايش عنده بالله. وانا بقى عندي وظيفه تاني ولا لا؟ متهيألي ممكن اعدي عليه لمده دقيقه. اوكي وصلنا للدكتور. مشتاق له صالي، وين ما شايفه والله من يوم ما شحتنا ذاك. يا الله. تمام. رجعت تلبس الروب مالتك. مسوي له روحك دكتور يا الخايس. اوكي تمام. اهلا دكتور. بيتر ازيك؟ قدامي دقيقه. اوكي وين؟ واو بص على كل الحاجات الجديدة دي. جابوا هاي شغلات. والله لو يدري بيك العمدة مش يحتوك انت من شغلك. لو يلقفوك. منين جبت كل المعدات دي؟ خلصت كل الجمايل واخدت حبة قروض. شكلنا حنبدأ تاني بس المرة دي مختلفة. ايش دي سوى؟ كنت مشغول. دي بالبداية بس،
عارف احنا كنا بنبص للاطراف الصناعية بشكل غلط. ليه نرجع الناس زي ما كانوا مع اننا ممكن نخليهم احسن؟ ماشي اظن ده اللي لازم يحصل. شو تقصد يعني؟ شو نرجعهم؟ ما نرجعهم مثل ما كانوا ونسويهم احسن. جاهز؟ كل حاجة تمام؟ Oh my God. مستحيل! انت السبب في كل ده يا نورمان. يا صابك اعصابك. صح هو نورمان الخايس هذا اللي طردنا. عارف مش هتصوت لمين في الانتخابات. اسف دي عدتي ان اقول نكت سخيفة لما بتوتر. كانت نكتة حلوة يا باكر. انا يمكن اتمديت في رد فعلي شوية. لا ما تقلقش، خد استراحة وهنضف كل ده ونجهز نفسنا لامتحان تاني. اوكي ما ادري ايش دي سوى الدكتور. لوين الراديو وصل؟ طيب اسف لسؤالي ده، بس اظن انت ونورمان عندكم تاريخ سوا. احنا كنا شركة في معمل الكلية وبقينا اصحاب وقررنا نعمل مشروع. احنا الاثنين عندنا رؤية لتغيير العالم بس بطرق مختلفة. استنى، كنت في أوسكورب لما بدأ؟ أنا نص سبب تسمية أوسكورب. في المدرسة كانوا بيقولولنا أوس، ضيف كورب في آخره والاسم جذاب. طب ليه سبتها؟ نورمان بقى مهووس بالجينات أكتر، بدأ مشروع اعتبرته غير أخلاقي وكان المهم. المحامين اتدخلوا واخترت ان اسيبها قصاد التسوية، لكن الفلوس تفرقوا يعني تفرقوا واعتمدت على المنح من وقتها. لو المشروع ده فشل اطمن هينجح. سيبني سيبنا صلح ده. انا رايح اجيب قهوة. اوكي الله وياك. تعال اصلح لك هاني كل شوية خايس. اوكي ليه مش انت اللي اتكرمت المرة دي؟ مش بيها ايدي هاي؟ اوكي الله صلحها. افتكر نجحنا. الخطوة الجاية التفاعل العصبي. ده كم شغل كتير عليك لوحدك، هتقدر تعمله؟ من الواضح لا بالنسبة لكارثة النهاردة. ده عشان ما لقيتش وظيفة تانية. فلوسي لسه. عارف تمام، ما تقلقش هشوف لها حل. شوية دولارات هتعمل ايه لو بتحاول تغير العالم صح؟ لتغيير العالم. دام ام جي كلمتني. دكتور لازم امشي بس انا هرجع تاني. ما تقلقش الشغل هيستناك لما ترجع. اوكي ام جي عازمتني على العشاء. مدراني عازمه على العشاء. نشوف نروح لام جي نطبخ لها. سبايدر مان اوكي يا هلا يا هلا بطل. وينك ام جي؟ اسف ما سمعتش مكالمتك. هنتقابل على العشاء؟ العشاء؟ تمام، كنت بكلمك عشان حاجه تانية بس خلينا نتكلم على العشاء. انا لسه بعرض الناجي عندك واطبخ. فعلا. يا اخي مو ذليت ذل كل ساعه تقول يلا اجي عندك واطبخ، دي كافي. انا بحب المخاطره. انا لسه برا هشتري شويه حاجات وهبلغك لما اوصل البيت. طيب نتكلم قريب. أوكي.
اوكي هتعشى عند ام جي. توقعاتي قليله لكن صعب ابوظ الموضوع ده. اوكي طلعت لنا العلامه وخلي نروح على ام جي وعلى العشاء. وينها وينها وينها؟ هنا هنا. اوكي هذا بيتها. ديم هاي بيت نازك. واو كله من السطح اطب لهم. يلا بيتر انت مش هتصدق اللي حصل. عارف العنوان اللي اديتهولي؟ رحته ام جي. انا عارفه بس استنى يابا مو وقت شغل، احنا نريد نحكي بمواضيع يعني رومانسيه. هو ايه ده؟ اسمع بس. شكو تحكي لي قصتها ولا على عبيها؟ كمان ما اوكي. هو ده العنوان اللي لقى بيت كل الرجاله معاهم سلاح. هو ايه المكان ده؟ قاعد تحكي لي اللي صار. هي راحت اعتقد هي تبعوها المكتب قاتله. احتمال يكون في حاجه توصلنا الليل. لازم ارجع له. ها الله لا 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 لا. مين المغفل اللي ما شالش زبالته؟ اكيد حفله. اوكي تعال هنا تعال تعال تعال. مارتن في مولا سعيد فعلا. ايوه بيبني وحش الحرب. بريك هنول المشروع الجديد. لا 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 شنو هذا؟ لازم ادخل المكتب ده. اوكي لازم ادخل المكتب مكان وتشيل السائل ده. الزعيم لو شافه هيتعصب. هما بيبنوا ايه؟ كل ده عشان ليه؟ هذا مكان مال مستر لي. اوكي لا 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 لازم هاي ما تخن اعتقد يوقع. هلا ما تسمع تسمع الكعبة ما تسمع. لحظة طف. اوكي شو سوي زين عيال؟ طيب الزعيم هيعمل ايه بفلوس مشروع لي؟ هما بيبنوا ايه؟ اوكي كل ده عشان ليه؟ غبار المغبرة كل الراحة فيها تروح مباشرة لغبار المغبرة. جربت منها حاجة؟ شوية عينات. فك الزعيم لسه بيحكم الوصفة بس لسه منعشة. خالي روح روح ماك شي روح ويا كوي النعال. اكيد روح. تراب المقبرة والترك. ايه تراب تراب. اوكي ايه اللي بيحصل؟ تعال هيك تعال على مهلي. ايه الحاجة اللي هتحتاج عجل بالحجم ده؟ اوكي والله ما ادري شنو هاي. هو فين؟ متأكد اللي سبته هنا. يا الكعبة. يو حد فيكم شاف مفك 3 على 16؟ حد هناك؟ ماكشي ماكشي روح 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 روح. لحظة شو سوي شو سوي؟ يو حد فيكم شاف مفك 3 على 16؟ ما شفته ما شفته بس ولي. شو سوي هنا؟ نوع من انواع الاجهزه العسكريه. اخ 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 عايز عصير ثاني بعد جولتنا الاخيره. المكتب اهو بس في رجاله كتير في الطريق. اوكي شو اسوي يا عيال يا عيال يا عيال؟ اوكي طيب قول بيحمي اسرار التجاره. اخذنا اوكي. البراميل دي شكلها مهم. الكاماكس ليه حاسه اني عارفه الموضوع؟ هل اوكي اوكي جواها ايه؟ يا زعيم انت ليش تطبين هنا؟ اخ شنو هاي؟ الله ابو او ماي جاد او ماي جاد. شنو هذا البعير؟ توم ستون. توم ستون من هذا النوب؟ صح يا ريك مش هياخد باله لأنها تختفي. او ماي جاد او ماي جاد. انا قلت احلها. عندك شوية جرأة يا ريك.
تعال نشوف لو هتتكسر. وات؟ هذا راس زربه هذا. كسبت الامل. او ماي جاد. والله هذا ذا لزمني الا يمرضني مريض. ديم هذا شنو حط ابوقه بدماغه؟ ودلوقتي محتاج لحام جديد. مو راس. حديده عبالك. ما ينفعش ارجع دلوقتي. ربي ان عبالي خلصت المرحله. والله عبالي خلصت المرحله. اس 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 تعال هنا تعال هنا تعال هنا. يلا دلوقتي. يا مالله نجحت. اوكي التصاميم عربيه مدرعه. تقل الصوره ده اللي بيصنعوه عشان ليه؟ اجهزه تحديد مواقع. يا ترى توم بستون محتاجها في ايه؟ تمام يا شباب. اجاني اجاني. هاتوا حاجاتي من مكتبي. لازم اتحرك. اوه فلات التمزين. هاي ولا تقعد راحة. هاي هبي دودة. ماشي عايز اقولك ما تعمليش كده تاني، بس بما اني عارف انك كده كده هتروحي امسكي خدي من ده المرة الجاية. كويس شكرا. انت عارفة ان توم ستون مجنون ومش سهل خالص صح؟ كلنا عندنا نقط ضعف، وبالنسبة لي ان اللي بتطبخه دلوقتي ريحته روعة. وطبخت بالاخير. انت جاية ما على متكرب يا كراب. فراخ بالكاري عايزه بس تستوي على الهادي. اتمنى من غير فطير. لا وتتشرط علينا تتشرط ام طرقه. مش هتسيبيني اخلص ده كله لوحدي مش كده؟ لا كارثه الفطير العظيمه. انا لسه مش مصدقه انهم فضوا المبنى كله. عارف وفي يناير برضو جيرانك بيكرهوني. ايوه كانوا مبسوطين لما انفصلنا. ايوه طيب خلينا نشوف اللي لقيته في مكتب ليه. ماشي واضح ان ليه عنده مشاكل مع نورمان اوزبورن. ايوه بس ليه؟ انا لسه صدق ليش هذاك ليه يتعارك ويا هذا نورمان اوزبورن اللي طرد الدكتور؟ ليش عنده مشاكل وياه؟ لكن خطوته اللي جايه شكلها هيبقى فيها ديفلز بريث ايا كانت. ايوه وانا احفر وراه. كنت بفكر هيحصل ايه لو تعاوننا؟ عايزه تكوني مساعدتي زي السبايدر جيرل المراه اللي عنكبوت. مش رفيقه شريكه. اوه مش ممكن. احترق الاكل احترق. ده نظام الجريمه بتاعك الظاهر في اقتحام بيت. اوكي تشارلز ستاندش. الاسم مش غريب. اوه ده المدير المالي الاوسكورب. استنى شايف ان ده ملوش علاقه بيه صح؟ اسف اني طبخت وجريت. انت سبت لبسك على ارضيه المطبخ؟ عايزني احطهم فين؟ حطيهم على الكنبة. حطيهم. أشوفك بعدين. ماشي أشوفك بعدين. أشوفك وحطيهم. يعني أنا أقولها أشوفك وهي تقول لي حطيهم. من البنية ومن الولد كمان ما هكو واحد يفهمني. What the hell يا أخوان مدافتهم. شبيك سبايدر مان تنثي لو فعل. لو هي فعل وانا نثي شنو السالفة؟ اوكي حددنا على هذا المكان ما اعرف شنو هو. خلينا نروح نشوف. تمام قربنا نوصل لهذا المكان. اوكي وصلنا. شكل البوليس محتاج مساعدة. اوكي مساعدة مساعدة يحتاجون الشرطة. ابلع ابلع ابلع
ابلع. تا 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 تا. ابلع. ابلع. اوكي بلستك. يخرب بيت الارهابيين. شكرا يا اسطى. اه حبيبي. تتدلل تتدلل. بدي بلغ من اللي سلك. محتاجين عربيه. تقريبا في اكتر جوه. انتوا خليكوا هنا. اكو ناس بعد جوه. اوكي. اوكي. دول جماعة مستر لي المعفن والله لو ألزمة إلا أشقه بالناس. أوكي واحد فيهم كان مستعجل. سبايدر مان. أوه من هذا واحد جي. أنت متصاب؟ أنا كويس. لازم تلاقي الأستاذ ستاندش بسرعة. خطفوا شوية ملسمين وأجبروه يفتح بيته. أجوي. هو عايش فوق في السطوح. طيب امسك نفسك. شجاعة. شجاعة. انا سعيد بوجودكم. مش لاقي عربية. ابلع. متأكد انك انتهى هنا. ابلع. ابلع. اوكي. ابلع. يا خايس. تمام خلصوا خلصوا خلصوا. اوكي اوكي. استنوا انتوا بتشتغلوا هنا برضو؟ المبنى ده بيطبق قانون موقف السيارات بصرامة. اوكي ابلع. ابلع. هذا 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 السمين. ابلع. ودا ودوم ودا ودوم شينكو بوم بوم. يا تمام. معركة حلوة. بعد ناس. مجهود ممتاز. اوكي هو بعد ماكو ناس. الاسانسير مش هينفع لانهم عارفين ان انا هنا، لكن ممكن اتسحب عن طريق بير الاسانسير. اوكي افتح هذا حجي. حلو. المفروض ان اقدر اطلع للسطوح من الطريق ده. ابلع. لاحظون سبايدر مان شباب ما يقتل خلاص، بس هيك يربطهم. ابلع معفن. صعد 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 صعد. كويس. اوكي قربت خلاص. تمام. من الطريق الطريق. ابعد عن الانوار. لا 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 لا. اوكي المصعد. ابتعد ابتعد عن الجلوبات. ابتعد عن الجلوبات. هذا واحد هنا. ابلع. اوكي 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 اوكي. اصعد 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 اصعد. او ماي جاد او ماي جاد. تعال هذا تعال هذا. ابلع معفن. تمام خلي بالك. صعد فوق. قد لي وين راح اسعد؟ ما تقولوا لي. روح 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 روح. المبنى ده عالي قوي. والله كلش عالي. قنابل حارقة. بجد؟ ليش؟ ليش قنابل؟ ليش؟ كمون مين؟ او ماي جاد. كيف سعد؟ تمام 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 تمام. نزل جوه. اوكي اهو ستاندش. طيب دلوقتي ايه؟ هذا ما اخذ دخل كلمة المرور. تمام على كيف على كيف. تصل سبا بيدي غدا. شكله متفق. ابلع ابلع. ابلع كلب. ابلع.
نام يلا. بلا فضي الاوضه قبل ما اتكلم مع ستانش. ها جوني جوني شباب نار الذعير. على كيفك على كيفكم على كيفكم على كيفكم. ابدا ابعد 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 عليه. وخر من يمي. وخر لك وخر هذا الشيء. البغل انت خوفك من البغل. بابا ايش راح اسوي بيكم؟ باعوا ما ردنا الطلايب بس تجي قوه. ابلع 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 ما ردنا الطلايب بس تجي قوه. وردنا الطلايب بس تجي قوه. ابلع بس تجي قوه. طيب المكان امان. يا ريت يكون ستاندش على حق. هذا المكتب اوكي. ما ردنا الطلايب بس تجي قوه. مرة وحرضت الشعب طالع. وين ابو النخوة؟ اوكي خلنا نفتح الباب مرة ثانية كل ما يطلعونه. ان شاء الله بعد بيطلعونه. وين هذا؟ شو اختفى؟ المكان امان. كانوا بيدوروا على ايه؟ دي سجلات مالية بس. بخصوص ديفلز بريث؟ عرفت الحكاية دي ازاي؟ هم عايزينها في ايه؟ ما اعرفش حتى ايه ده. استاذ اوزبورن بيحط فلوسه فيه من سنين. انا الوحيد اللي عارف يريدون يبوقون فلوس اوزبورن اللي طرد الدكتور من شغله. جماعه مستر لي يريدون يبوقون فلوس اوزبورن اللي طرد الدكتور من شغله واستخدموا هذا ابو قميص الوردي لان اعتقد هذا يشتغل او يعرف الباسورد مال اوزبورن اللي طرد الدكتور من شغله. شو ده؟ لانه مخليه سري. خلاص انتهى. واضح انهم نقلوا شويه تسجيلات لسيرفر امن. معلومات الرواتب عن الدكتور اسحاق ديليني. مين ده؟ مين بجد ده؟ مش عارف. الله 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 الله. اوكي هي هي اهدأ. Come on man. يلا 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 سبق الاسانسير. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. استنى اوكي دقيقة. اوكي اوكي خلاص شيلها منه ولا كفو كفو. حاول تنزل ابطا. انزل على كيفك حبيبي. تمام 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 تمام. لا تمشي لا تمشي تعال كفو. كويس؟ ايوه ممكن فعلا. كويس كويس. بس شلون عارف مقارنة ببير الاسانسيرات ده جميل. لك تنزل انزل. ها ها اوكي. ما ردنا الطلايب بس تجي قوة. وعلى الخيوط من ايده طالعه ولا كتفله مو خيوط. يا يوري انت كويس؟ ايوه بس انا ما لحقتش اخد اي حاجه من ستاندش قبل ما يدخلوا علينا السمور ويبعدوني. هو ايه الموضوع؟ انا حاسه ان كل اللي يهمهم انه يفضل ساكت لانه عارف عن دافيد. وات ليش هذول اللي لابسين ابيض اللي على اساس منتمين للشرطه ما يريدون هذا بالوردي يحكي؟ جبراث. تمام ايا كان ده بشتغل على ده وبيتهيالي اني لقيت طرف الخيط. طرف خيط بقيت ظابط. انت قصدك الشرطي العنكبوت؟ يوري كده سد تبوجك. اوكي بيتر ايه اللي حصل لستاندش؟ هو كويس. والشياطين؟ كانوا بيدوروا على اسم. معاكي قلم؟ طيب يلا. دكتور اسحاق ديليني. طيب مين هو وبيعمل ايه؟ كنت اتمنى ان انت اللي تقوليلي. شغاله بس اديني وقت. جاتلي مكالمه بخصوص صندوق مريب على سطح في هيلز كيتشن. هاي يا يوري المالكي قلبه خلقتها علي بس بالمصالح تتصل.
عندها شغلة. ايوه شوية ما خلصنا المشكلة هاي. ايوه انا الشرطة العنكبوت، انا البطل العنكبوت، تسد الخط بوجهي بنت الطرقة. ما الى ذلك ف ممكن لو سمحت طبعت افقفوا تدور عشاني اهل كلمة السحر لك. ارفض ارفض ارفض. واضح انها رتبة عسكرية غريبة. سبايدر مان، يبقى انت لقيت نقطة استطلاع خاصة بيا. مين اللي بيتكلم؟ سؤال غلط. السؤال الصح هو تقدر توقف القنابل اللي زرعتها؟ الكمبيوتر ده بيتتبع القنابل اللي في المقاطعة، والقنابل قربت تنفجر، لازم اتحرك. الدقنبل هذا رح يفجرها يا الله. مش ممكن اخلي واحدة من دول تنفجر. دقيقة 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 يا عيال. اوكي سيطرت على الانفجار. اوكي سيطرنا على وحدة. 57 ثانية يا عيال. كم ام كم ام كم ام بليز مي. هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة. اوكي وخص عدف مش مرفوض. اوكي اوكي كمان لازم انجز. 40 ثانية يا عيال. 34 ثانية. كم امي اوكي 19 ثانية. اوكي يلا كفو كفو كفو. ضربة 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 ضربة. يا كيف شو انت ترقص بيك سبايدر مان؟ والهبة شو انت مضرط. احسنت في التعامل مع القنابل، بس لازم توطي لما ترمي كتير، هيقلل الدقة. هو ده نوع من ألعابك المريضة؟ الألعاب للأطفال، وأنا محترف، وأنا باخد مقابل ده. أظن إن عميلك أهدر فلوسه. أحياناً المعلومات تقدر بأكثر من المال، وأنا تعلمت كتير من مراقبتك. أوكي، قولي منا. أم جي، لقيتي إيه بخصوص إسحاق ديليني؟ أوكي؟ شوف الصورة اللي بعتها لك دلوقتي. مين فيهم ديليني؟ مش عارفة، شكلك لازم تروح الحفلة عشان تعرف ده. من حسن حظي معايا زي تاني. اوكي خل نروح المكان بحفله وبشخص اسمه ديليني. اعتقد راح يوصلنا الخيط يخص مستر لي. بلكت الله نلقفه. وهذا الشارع غير حلو شباب. ديم شارع رهيب والله كله اضويه. يشبه شارعنا بالعراق. تمام قربنا نوصل لهذا المكان اللي دزتنا عليه ام جي. فاتتني مكالمه من عمتي. بيتر عمتي. انا اتكلمت مع والدة مايلز وحبت فكرة انه يشتغل هنا. الست المسكينة حزينة جدا، بس بتحاول تمسك نفسها قدام ابنها وهي محتاجة وقت مش اكتر، وهو محتاج يعرف ان الحياة مايلز ابن الضابط اللي انكتر راح يشتغل ويا عمتي بالمكان اللي تشتغل بيه عمتي. حلو حلو حلو. تحق نعيشها. ده كان اقتراح ممتاز يا بيتر. اوكي وصلنا. اكو حفله هنا انا ما ادري شنو. احنا رايحين على واحد. هلا بالعيال. حفله هالوين اعتقد مش هحتاج اغير. شنو هاي؟ ها حفله مال هالوين. ديليني لابس زي اعظم اعداء. لهذا السبب ما غيرت هدومي لان هي حفله مال هالوين. وين هذا؟ وين ايش لابس؟ ايش لابس هذا؟ لازم ندور عليه شباب. هو لابس اخضر. لابس اخضر شباب. منو لابس اخضر؟ اي هذا سبايدر مان. شوفوا شوفوا هلا. من تشتري سبايدر مان من باب الشرجي. المهم هذا لابس اخضر. هذا لا مو هو. كل متنكرين هنا. هذا 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 يا راجل. دكتور ديليني في حته هنا، لازم الاقيه قبل ما ليه الاقيه. وش هاي؟ بصوا حركات تجو تجو. شنو الحفله هاي الخايسه؟ هذا هياته. طل طل يا طفل الصغير. هذا خبل. هذا طلع مستر ديليني.
خلنا نروح ليابا. عايز اسمع صريخك. لازم الاقي طريقة لفوق هناك. اوكي. لو؟ انا بدور على اسحاق دليني. اعتقد انه في صالة الرقص. اهو فاهمين هذا؟ السحلية في البلطو. هو هذا مستر دليني. لا هذا طلع صدق خبل. لا. انت يا عم من هنا. اوكي. عايز اسمع صريخ. بصوا الولد العنكبوت مش انا واحد من اعدائك. يلا يمكن بعدين. مالك يا عنكبوت يا جبان؟ هو انت خايف اضربك جامد؟ استنى مين انت بتعمل ايه؟ اخ جو جو جماعه لي هنا سبايدر مان. وخرت اوه ولي ولي يا امي ولي. مش معقول. بايدي خلص عليه. لك 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 يا خلص عليه. ياخذوا هذا دليني. ترى بين فك. روح ورا خلص مش عاد فوق شلون. اوكي مش من ناحيه جي. الله 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 على مهلك. قول لي بس انت عايز ايه. انت بتهزر صح؟ الاسلحه دي مش حقيقيه. ارجع حالا. اخ سيبه يمشي. او ماي جاد. تعال اجاك العلاس. اجاك الصقه. الله 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 يا صقه زربه. مش ممكن. اهدأ لحد يصفق. اخ انت غثيتني بسلاحك. غثيتني بسلاحك. ما ردنا الطلايب بس تجي قوة. ابلع. تمام خلصنا. هو الكل بخير؟ تمام. هالوين سعيد. اوكي يلا فوق. تمام. تمام. يلا نسترخي شويه. كمنا. الله 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 الله. ابلع. اوكي. اوكي. اشكوك وشك. وين اخذوا ديليني الفين؟ وين ودوه؟ اوكي بهاي الباب نطلع من هالشباك العفو. وانا مستر دليني. دليني على مستر دليني. كيف سوى ليش يتعود؟ الله 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 يا مستر دليني. صعد فوق. تاخذني فين؟ وين راح اخذوه؟ ذولا غير مكروهين جماعة الاقنع وجماعة مستر لي. فد ناس حقن. جاد انت شكبرك شعرضك لابس جسم سحلية. انت خلاص بدأت تشتغل. الله هذا مستر لي. انت عرفت ده ازاي؟ ما عندناش وقت يا اسحاق. قول لي اسمه. ماي جاد هو شنو هذا يتحول؟ لا حوله. انتهى العرض يا لي. يا عيال ما ردنا الطلايب والله بس تجي قوة والله. واضح ان العرض لسه ما انتهيت. شنو هذا مستر لي؟ شنو هذا الجمد هذا؟ اسمه دكتور مورغان مايكلز.
عيال انفضح. شكرا. ما راح ينتحر. لا راح يقتلني. لا راح ينتحر والله لا. او ماي جاد. ديم. قوم. كفو. كفو يا بطل. وين وين مستر لي؟ وين تجيب؟ تعال تعال وينك مستر لي؟ تعال تعال خلا خلا شقك شق. اوكي كفو خلصنا منهم. انا خلصت عليهم. لازم ادور على لي. تعال تعال مستر لي تعال تعال اليوم ما هدك اليوم. الله 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 هذا حول حول كل الناس اللي هنا. شو هذا يابا؟ تخبلوا العالم تخبلت. لكن العالم تخبلت علي. لازم امنعهم من اذيه بعضهم. اهدى 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 اقعد اقعد سبايدر مان باب الشرجي. لو ده هيساعد انا حسيت بالذنب ده. اوكي 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 انا اسف. هذا لا كل شو له هذا البغل. هو بدنا انا خبل. لك 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 صار وحيد القرن والله. مش كل مره الرجل ده. تعال لك 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 هذا ما ينضرب قوم. تعال انا اقول لك شو اسوي بك. ابلع ابلع بعطيك شو ما يصير بي والله. اوكي ابلع اوكي. اه شنو صار ثور والله ركبته. اوكي 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 شنو هاي. اوكي 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 لك فلت مستر لي فلت. في اطلاق نار في جامعة امباير ستيت. ايوه ده انا هشرح لك بعدين. لكن دلوقتي دوري على دكتور مورغان مايكلز. مارتن لي بيسعى وراه. تمام